أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. استطاعت إسرائيل لأول مرة منذ عام 1967 بإغلاق المجال الجوي الأردني، وجعل أغلب من يتتبعون حركة الطيران في كل المنطقة تقريبا أصبحت مغلقة، أصبحت بدون متابعة. حتى بالنسبة للحركة المدنية استطاعت إسرائيل إيقاف مثل هذه المتابعة الفضائية. هذا الذي أراد منه الإسرائيلي أن يؤكد أن إن كان الإيراني يستطيع الوصول إلى الأقمار الصناعية الأمريكية والتشويش عليها فوق منشآته النووية، فهناك إمكانية إسرائيلية أيضا في الوصول إلى المجالات الجوية وإغلاقها والطيران الحر فوق أراضي ومجالات جوية يجدها الإسرائيلي مغلقة. وبالتالي هذا رد فعل مباشر على ما كشفته جيروزالم بوست البارحة ونقلناه في حينه، بأن هناك وضوح بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم بأن الأمر الذي يجري حاليا بخصوص التشويش وتقليل جودة الصورة وأيضا المتابعة، كل ذلك يتم بتقنية إيرانية تحجب الآن الرؤية عن الأقمار الصناعية تجاه منشآتها النووية. لكن بالنسبة لإسرائيل فالأمر يتعلق مباشرة بإغلاق مجالات جوية للمتابعة العادية وأيضا لحركة الطيران وغيرها، والإبقاء على وضع مفتوح في هذا الخصوص. إذا نحن يمكن اليوم القول بشكل مباشر أننا أمام ترتيب آخر. هذا الترتيب يمكن أن نؤكد معه أن الحالة التي كان عليها الوضع في الأردن، ويجب كشف هذا المعطى، أن إمكانية التجسس أو إمكانيات التجسس من المخابرات الأردنية على ما يسمى بمدير ديوان الملك الأسبق، وأيضا بالنسبة للشريف بالنسبة لمدير ديوان الملك الأسبق، فهذا يعني مباشرة أننا أمام صورة أخرى لأول استخدام بيكاسوس الذي استخدمته المخابرات الأردنية من أجل التجسس على أصدقاء الأمير حمزة. هذه نقطة أولى أساسية يجب الاعتماد عليها واعتبارها أساسية في أي تقييم أو أي تحليل. المسألة الثانية أن الإسرائيلي الآن يريد أن يوصل المخابرات الأردنية بأن المجال الجوي الأردني هو تحت السيطرة في أي لحظة، وأن إمكانيات العمل على ما يسمى بالعمليات الخاصة ألا يفيد مباشرة أننا أمام شيء آخر. إمكانية لإسرائيل للوصول إلى إنجاز عمليات جوية خاصة وبالكوموندو في قلب الأردن وفي قلب الزرقاء، هذا يعني أن حالة الطيران المباشر هو تحت التحكم والسيطرة الإسرائيلية. نحن لا نتحدث الآن عن المراقبة أو عن التجسس، نحن نتحدث عن شيء آخر، هو إغلاق المجال الجوي أو المساهمة في إغلاقه أو إغلاق في منطقة معينة أو إنجاز أي عملية خاصة بإغلاق هذه المنطقة، المجال الجوي لهذه المنطقة، منطقة العمليات. إذن بالنسبة لإظهار عضلات المخابرات والتكنولوجيا الإسرائيلية أصبحت مكشوفة، لأن مثل هذه اللقطة الأساسية كان يود منها الإسرائيلي الوصول إلى القول مع إيران أنه لا يمكن بأي حال أن إيران إن استطاعت أن تضبب وتشوش صور الأقمار الصناعية، فبالنسبة أيضا للأقمار الصناعية فإن إسرائيل لديها التمكن من المجالات الجوية العربية خصوصا الأردن. إذن التجربة كانت مع الأردن،
وهذا يعني مباشرة ومن الآن، ويمكن الجزم بشكل كامل أن المجال الجوي، إن كانت هذه الإمكانية لإسرائيل في المجال الجوي الأردني وفي الزرقاء، فإنه في سيناء ونتيجة وجود السياح الإسرائيليين واتفاقيات بهذا الخصوص، فهناك إمكانية إغلاق الأجواء في سيناء في أي لحظة يرى الإسرائيلي لحظة مناسبة. إذا إمكانية إغلاق المجال الجوي الأردني كشفت أن هناك إمكانية لإغلاق الأجواء وتنفيذ المهمات الخاصة أو العمليات الخاصة بهذا في هذا التوقيت على وجه التحديد. إذا العملية حاليا أن الإسرائيلي الذي لم يرغب في استخدام المخابرات الأردنية لبرنامج بيكاسوس ضد الأمير حمزة وضد مدير ديوان الأسبق للملك، والذي هو حليف تقليدي بالنسبة الآن على الأقل للأمير حمزة، لذلك فهذه اللحظة التي تجاوزها الإسرائيلي وأعطى مباشرة أفقا آخر في الرد على إيران بالنسبة للتشويش على الأقمار الصناعية، وهذا ما أكدناه بالنسبة للمجال الجوي للزرقاء والمجال الجوي الأردني. إذن هذه هي الخلاصة الأساسية، لكن هناك أكثر كما قلنا أن إسرائيل تستطيع الآن إغلاق الأجواء في أكثر من بلد عربي، وأن إمكانية العمليات الخاصة إغلاق المجالات الجوية لإنجاز عمليات خاصة قد تصل إلى أكثر من 18 بلدا عربية. هذا الرقم شديد الصعوبة، نحن نتحدث فقط عن 22 دولة حسب جامعة الدول العربية، والآن في 4 دول على الأقل حسب الميثاق هي التي لا يمكن الوصول إلى قادتها. أما بالنسبة لإعلان عمليات خاصة والوصول بهذه العمليات الخاصة إلى أهداف تسطرها المخابرات الإسرائيلية، فهذه حالة ممكنة وشديدة الحساسية. لذلك فبالنسبة للقصر الملكي الأردني، والذي عرف طيران درون إسرائيلي على الأقل، ثم بعدها استطاع الأردنيون إبعاد الدرونات خصوصا لما يمكن اعتباره مراقبة لحياة أمير، فالآن أصبح هناك وضع جديد هو إغلاق المجالات الجوية أو المجال الجوي الأردني لإنجاز عملية مغلقة خاصة فوق أراضي هذا البلد. وهنا نطرح سؤالا آخر بالنسبة لي أمن عباس أبو مازن في حال انتقاله إلى عمان مثلا، فهذا أمر يصعب معه تأمين مثل هذه الشخصية مثلا، كذلك الشأن بالنسبة لهنية في قطر وغير ذلك. السؤال المطروح عن الأمريكي بالنسبة لإغلاق الأجواء، هذا غير ممكن على وجه الإطلاق أمام الإسرائيلي، لأننا أمام قاعدة العديد وأمام أكثر من قاعدة وأكثر من أجواء وأمام أكثر من امتثال للأمريكي بخصوص عدم تمكن إسرائيل من إنجاز عمليات خاصة عبر إغلاق المجال الجوي خصوصا ضد حماس في قطر. كذلك الشأن بالنسبة للمخابرات التركية، فهناك عدم إمكانية واضحة للوصول إلى هنية أو غير هنية بالنسبة لقادة الشعب الفلسطيني في تركيا مثلا، لأن الأتراك يدركون حركة المصاد الإسرائيلي بشكل أكبر مما يتخيله أي أحد. إذن هذه هي العملية الرئيسة التي يمكن الجسم بها بالنسبة لإغلاق المجال الجوي. هنا نطرح سؤالا، كيف لطائرة أن تمر بهذه الطريقة وبأجواء يمكن أن تقسم الأردن إلى قسمين وتطير من الوسط، وبالتالي الوصول إلى الزرقاء ثم العودة من نفس المكان وتطير حيث ترغب للعودة إلى إسرائيل؟ لأن المجال الجوي الأردني يعرف الأرادنة بشكل أكبر على أن محاولة الوصول إلى السيادة الجوية الأردنية هذا أمر صعب للغاية. وهنا نطرح سؤال، لماذا نتنياهو يقول أن الأردن هي أقرب إلى إيران ويمكن أن يتخلى الأردنيون على اتفاقية وادي عربة؟
لماذا تحديدا مثل ذلك؟ لأن هناك عرض إيراني لحماية المجال الجوي، لأن هناك عرض إيراني لحماية المجال الجوي الأردني بعد اختراقاته الطويلة والمديدة وعدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لما يرغب فيه الأردن من إغلاق وحماية الأجواء الأردنية كي لا تكون مستباحة لإسرائيل ببساطة شديدة، فهذا الذي يرغب فيه الآن الأردني. لكن بالنسبة للأمريكي فرغم اتفاقيات الدفاعية واتفاقية الأخيرة الدفاعية التي يمكن أن نقول معها أن هناك تبعية استراتيجية كاملة وبدون شرط وبدون قيد وبدون سقف زمني، هذه الشراكة الطويلة ما بين الأردن وما بين الولايات المتحدة الأمريكية لم تشفع له أن يخاطب الأمريكي الإسرائيلي، بل أن يخترق الأمريكي الإسرائيلي، وآنذاك يمكن أن تتغير إسرائيل نحو السلام ونحو حل الدولتين. إذا إيران حسب نتنياهو وحسب المصادر الإسرائيلي دونا عن الشباك ودونا عن أمان ودونا عن استخباراته ودونا عن ما يسمى باستخبارات الجيش الإسرائيلي، فهناك مثل هذه القاعدة، قاعدة الحماية ولو الإيرانية للمجال الجوي الأردني، فإن لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية من إعطاء مثل هذا الامتياز لصالح الأردن، فسيكون من الطبيعي جدا بالنسبة للآخرين الوصول إلى القبول بهذه الحماية. وإيران تعرض عبر قناتها السرية وعبر أكثر من مسؤول أن التكنولوجيا الإيرانية يمكن استخدامها في الأردن وتسليم الأردن تكنولوجيا يمكن تبيئتها وأردنتها وتحويلها إلى تقنية أردنية تذهب باتجاه المراقبة من جهة، ومن ثم إبعاد إسرائيل عن المجال الجوي الأردني الذي خرقته بشكل مباشر للرد على إيران. وبالنسبة لإسرائيل واضحة، في يوم 19 من شهر مارس من عام 2020 ظهر أن الملك الأردني يرغب في حماية أرضه ولو باستدعاء إيران، لأن إيران عدو استراتيجي كامل لإسرائيل. لقد عبر عن هذا الرأي. وبالنسبة الآن بعد أن خفت الحرب الطائفية في العراق وفي باقي سوريا، سنجد أن هناك رغبة من خلال الأردن في أولا احتواء التيار المتشيع الذي أخذ مرة أخرى وكان سنيا ثم تحول إلى مذهب شيعي إمامي على وجه التحديد. إذن العملية الآن المدروسة حاليا هي مدى ما ستقدمه إيران إلى الأردن. يقول التقرير بأن إمكانية تقديم تكنولوجيا لمنع ما يسمى بالاختراقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وضمان حمايتها، فهذه قدرة إيرانية تستطيع تسليمها مباشرة تكنولوجيا وميدانيا لصالح الجيش العربي كما يسمى الجيش الأردني، لأن الجيش الأردني يسمى الجيش العربي. إذن على كل حال فنحن أمام رغبة أساسا من الملك، رغبة من الملك عبد الله بشكل واضح بقبول المساعدة الإيرانية لحماية الأجواء الأردنية، وهذا ما شكل بالنسبة لنتنياهو صعوبة في القبول بمثل هذه الخطوة. لكن بالنسبة للأردن يستطيع القفز، يستطيع ملك الأردن في حال أن تحاصره إسرائيل أن يستدعي إيران، وأن لا يستدعيها سياسيا فقط بل تكنولوجيا وتكنولوجيا الإيرانية في منع إسرائيل من حالة أي إغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي الأردني
قدم في شأنه الإيراني عرضا جيدا لا يمكن لأي دولة أن ترفضه. هذا الذي جعل من المصادر الإسرائيلي يعتبر الملك عبد الله بأنه غير مرغوب فيه، لكن مع ذلك هناك شعبية لا تزال كافية إن سعى إلى الوصول بالأساس إلى منع إسرائيل من المجال الجوي، من إغلاق أو استغلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مباشرة كما كان الحال عليه بمنع المجال الجوي واستخدامه من طرف نتنياهو في رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم أتى بعد ذلك حالة الإغلاق. وحاليا هناك رغبة أيضا في الوصول إلى تفاهمات جدية وأساسية ما بين الأردن وما بين إيران، وهذا الذي تخوف منه نتنياهو وكشفته المخابرات الإسرائيلية المصاد، لأن مثل هذا الرهان سيكون توحيدا لجبهة إيران. حزب الله في جنوب لبنان، حزب الله في الجولان، حزب الله في الأردن، حزب الله في غزة، هكذا يمكن إكمال الدائرة، وبإكمالها يمكن أن يحدث ما لم يكن يتوقعه أحد في مصير إسرائيل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.